فهذه أيضا أن نحن نتقبل الآخر هو كما هو. نحن اليوم أين فشلنا؟ نحن ما قادرين نتقبل المسلمين مثلنا. مسلم مثلك ما قادر تتقبله فقط لأنه يختلف معك في بعض المعتقدات، يختلف معك في بعض الأحكام الفقهية، يختلف معك فقط فقط. هو مسلم، هو مسلم، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم خمسا، يصوم، يزكي، العمرة، حج، يؤمن بأركان الإيمان كاملة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله والقضاء والقدر، ويؤمن بالغيبيات كلها، ويقرأ القرآن، وكل ما تفعله يفعله فقط على أساس في والله نقطتين مرتبطات ببعض القضايا، مش العقدية، لا، قضايا تابعة للعقيدة أو قضايا فقهية أو أشياء بسيطة، أنت اليوم لديك صعوبة أن تتقبله. ليش؟ ليش ما قادر تتقبله والرسول تقبل اليهود؟ أي فشل هذا اللي نحن وصلنا إليه؟ ثم بعد ذلك تجي تدعي بأنك أنت ولا مقتدي بالسنة؟ أي سنة التي تقتدي بها أنت؟ تقتدي بهيئة الرسول وشكله؟ خلاص كفى؟ يعني فلنتكلم، يعني اعذروني اعذروني أتكلم بحرارة لأن أمر يوقعني في القلب، يعني أمر يوقعني، يوقعني كثير أن يأتي شخص ويتمثل بهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يدعي بأنه محمدي ويدعي منه والله أنا أقتدي بسنة الرسول وأنا أقتفي أثر الرسول وأنا، وبعد ذلك تجده إن في غل الذين آمنوا ونحن دائما لا، هو هذا يرفع يده في السماء اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. طيب أنت تطلب من الله أن لا يدع في قلبك غل الذين آمنوا، ثم أول ما تخرج من المسجد أنت قلبك مملوء غلا على الذين آمنوا، أم أن الإيمان والإسلام تريد أن تسطره كما تريد أنت، أم تريد أن تفصله كما يفصل واحد منا ثوبه؟ شئت أم أريد ذاك مسلم، شئت أم أريد ذاك مؤمن، ما بكيفك أنت؟ لست أنت من يحدد إيمان فلان وعدم إيمان فلان، كفر فلان، إيمان فلان، إسلام فلان أو عكسه، هذه ليست صلاحيتك. اعذرني اعذرني، لا تقتحم أمرا هو ليس من صلاحيتك. أنت إذا أردت أن تعرف المؤمن والكافر انظر إلى نفسك إن كنت صادق الإيمان، إن كنت صادق الإسلام، أما الآخرين فلست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. لدينا ما زلنا إلى اليوم كثير منا يقع فيها، وتدعي أنك تقتدي بالسنة، أعد الأفكار لو سمحت، لو سمحت عد أفكارك، لأن الاقتداء الفكري بالنبي صلى الله عليه وسلم هو واحدة من أرقى أنواع الاقتداءات، الاقتداء الفكري، أن تقتدي بفكر محمد صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاللي يصلي العصر إلا بني قريظة، وانطلق الفريقين، فريق أخذ ظاهر كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابد لا نصلي العصر إلا هناك، فتأخروا قليلا عن الصلاة. الفريق الآخر قال لا، النبي يقصد التعجيل، فأخذوا معنى الكلام، وهكذا هي. وإلى اليوم وإلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها، إذا كان هناك قول يوجد من يأخذ ظاهره ويوجد من يأخذ باطنه، هذه قاعدة بشرية، نحن كبشر قاعدة بشرية هذه. النبي صلى الله عليه وسلم تقبل الاختلاف، تقبل الاختلاف وتأقلم مع الاختلاف، بل وشجعه، شجع الاختلاف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعقله العظيم، بتربيته الإلهية، أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا الفكر العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الاختلاف هو إثراء ثقافي أصلا. لما يكون في بلد واحد أكثر من مذهب، أكثر من فكر، أكثر من قومية، هذا ثراء ثقافي أصلا. لكن لأننا نحن للأسف الشديد أصبحنا مقلوبين، فنظرنا عليه بأنه لعنة. الاختلاف أصبح لدينا لعنة، الاختلاف لدينا تخلف، الاختلاف لدينا معناته قتل، الاختلاف لدينا معناته قذف وسب وتكفير، هذا هو الاختلاف لدينا، ما استطعنا. وبعد ما وصلوا فريق تأخر عن الصلاة، وفريق صلى في الوقت، فريق صلى هناك، وفريق صلى في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم صوب الفريقين، أنتم صح وأنتم صح، احترم من أخذ بظاهر القول واحترم من أخذ بتأويل القول، وهذه نظرة.